www.394.com. سلام عليكم سومكس جاكم بالهاردكور غني عن التعريف معروف لديكم اداء خرافي بترجم المعاني في عقولكم بس كاني وافي فني حضاري جمهور كون اكبر ثوره شعبي باتخاذ غراري طارق اصداري انتو صلاحيه منتهيه وانا بس مفعولي ساري تقولوا صاعد تقولوا محترف اسلوبي بخلي مستمد بي بكل مبسوط بكل جواه ومحترف قدامك رابر صانع دستور اساس وحظ الراس راسم مخطط حربي كلامي خلي جسمك ايش لو كنت فاقد الإحساس يا جمهور استفيق رجع لكم بقوة كاتمة أنفاس زفير شهيق تنسيق دقيق وربي يقدم لك لكل مستمع بغير تسريق في اللحن يعتبر استعراض وسرك عالمي حروف ليركس في لون جنون يحكي ما زال أصابنا هكومكس إن دا فلو عزت أنا ساحة بعد ما خبض فيها صم هكومكس إن دا فلو يقى يقى استوعب لما تكلم سو هكومكس إن دا فلو عزت انا ساحة بعد ما خفض فيها صم هكومكس إن دا فلو يقى استوعب لما تكلم سو رسمنا خطة افكار متكتكة الساحة ملكلكة محتاجة لقائد حرب تعتبر افكار محنكة انا قائد كتيبة محنك لساني خفيف وبل في لو مسلك تحتاج للنفقة مني قزين في اللو اذا بها تملك نطاقي واسع واضح بفتخي بأصل جسدي لاني سوداني الملامح ما تفتكر هدوء واني رافع ليك الراية شوف قبل قم وقف قدامي ذاك مر في النهاية معروف انه هدوء بكل وراه عاصفة رملية ضخمة لو رجعت ندي ساد بكون عديم الرحمة بشوف ان الناس بيقنوا في ساحة سالب عقيمة طيب وين الموهبة يل بتقول المدرسة القديمة افكار منحطة يسهل تقديمة مستمد الدخل في جو طلب اغاني تكون في عقله ديمة مساحة الاندقران سومكس منبع للموهبة لو عندك معجم في الجمهور فاكر عقوم حط الرهيبة هكومكس إن دا فلو عزت انا ساحة بعد ما خفض فيها صم هكومكس إن دا فلو يقى استوعب لما تكلم سو هكومكس إن دا فلو عزت انا ساحة بعد ما خفض فيها صم هكومكس إن دا فلو يقى استوعب لما تكلم سو www.394.com. من دخلت فن الراب دخلت فيب وعزة صنعت اسم سومكس عمر ما بتهزة سببت الغيرة في نص ساحة نص ثاني استغراب كيف في تربز وجز وصلت قمة الراب الهاركور في دم جاري يا من تسامع ماسك السلاح الأبجد استعرض قدام مدافع به مجنون حتى لو كنت في غيبوبة أنا ملي تتلاعب تتحرك تنسخ سطور مكتوبة كلامي يلسع في الصميم كأنه عقرب يسمم العقول يخدر الفكر يخلي الجو مكهرب رابي وصفة موثقة ودقة في الإنتاج تسمع تفاعل الجمهور أعرف شيطان سومكس هاج الراب محصور وانا رابي تجول البلدان قائد أسطول رحلاتي فاقت رحلة ماجلان استطلاعي ثقافي هاركور نقي في جودة صافي هذه الطباع لكن معروف وقت الشدة في راسي لسان مدجج شديد الفلسفة على الأرغم يترجج لازم تكون مركز بس عشان تفهم بأن الراب ده في عقلي مبرمج